Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. يلا يا رجال فوقهم هذه البيئة اللي تشاهدون تواصلت تقدم نحو ما قعدوا داعش المجاهدين واصلوا تقدم هذا ضربات ابطال جيش الجيش شعبي لك الحل قوة هفتي يدك سمع أيوة. لا أحد عناصر القاعدة داعش داخل مجمع عدو الحمد يا الله مروا عليه طمر يا رجال يلا بسم الله بسم الله عينه وضع يلا يا خليل يلا يا رجال يلا يا جند الله يلا بس الحمد يا الله أجهد عنده علي أبو علي أبو علي دخل المترس ما شاء الله المجاهدين يوصلوا الرأس يا ربي لك الحمد وما النصر إلا من عند الله الآن المجاهدين يبعدون راية الدواعش تعال بزاك تعال هذه إحدى ضربات طيران العدوان السعودي الأمريكي على جبهة قيفة هذا طيران عدوان سعودي أمريكي ساند عناصر تنظيم القاعدة وداعش في جبهة قيفة هذه 2 طائرات للطيران السادسة طيران العدوان السعودي الأمريكي يا ندو يا ندو لك الحمد قوة قوة يا أنصار الله قوة مرمي 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 الله الله يا الله قوة قوة يا رجال قوة 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 جردوا جردوا الله أكبر الله أكبر وهذه هي التحكم لن نتزحزح من مواقعنا ابدا مهما كلفنا ذلك لو صرنا ذرات غبار ان شاء الله فوقكم يا رجال فوقكم لا خيام الغنايم الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود النصر للاسلام هذا عيار ال14 هذا إحدى طاقم القاعدة داعش تنظيم القاعدة حولهم الأسرى من الدواعش العلماء مولاهم الأسرى الخالق. محمد أحمد قائد. إيهاب أحمد سعيد. محمد أحمد علي ضيف الله اللقاهي. والسالم علي دهمش. تم استيصال تنظيم القاعدة معاهم القائد سالم حسن. أنت من وين؟ من قصيم. من أي من وين؟ من أي دولة؟ من السعودية. السعودية المدينة من وين؟ بريدة. هذه صواريخ هذا مخزن صواريخ. معدات التنظيم القاعدة ما يسمى تنظيم القاعدة. هذا أمس كان يضرب علينا واليوم غنيمة بأيدينا. يا ربي لك العون. هذا هو الطقم ال23 الذي كان يضرب علينا بالأمس صار بأيدينا اليوم غنيمة. يا ربي لك الحمد. يحرقوا يحرقوا. هذا بيصلحوا من هنا البوات. هذا القذايف هذا شعار المملكة العربية السعودية اليهودية. جوال ابو عبد هذا صندوق قلنا ابوها هديه تنظيم القاعده ويعني في منطقه ديك لابه ومنطقه طيفه يعني تم تصفيه الدواعش بالكامل. يسيطرون على تبة لقاح التي كانوا يتمركزون فيها قوات داعش. العبوات حقهم هذه نزعوا لنا الجيش واللجان الشعبيه. هذه المقسمه كان يستخدمها قاعدة داعش. هذا الذخيرة كمان الشاهزون ما جاءت حتى أحد المقاسم الذي حصلناها في مواقع داعش والقاعدة الذين يظلمون بها الناس ويذبحون بها. ما كان يراد لأبناء البيضة خاصة ولأبناء الشعب اليمني. هذا ما كان يجهز تنظيم القاعدة وداعش. وجدناها في بيوت أحد عناصر القاعدة الإرهابيين. هزيمة الناشئة هذه يقوم تصنيعها تنظيم قاعدة وداعش. الأحزمة الناشفة هذا تنظيم القاعدة وداعش. هذه ألغام صنعتها الألغام. الله وهذه أحد القذائف حقه. لا هذا عندك رؤوس الصواريخ. صواريخ أيوه. ألغام في علبة تونة. وغويزي 30 مثل